تحيا مصر بنقولها من قلبنا، تحيا مصر بنقول مهما كان التمن. احنا مش عارف يعني ايه انت بتملك قرارك، مش عارف يعني ايه انت بتبني اساسك. محتاجين اشياء كثيره. واكثر كلمه لفتت نظري انه السيد رئيس الوزراء الجديد قال الفتره اللي جايه هنبني فيها المصانع. ده من اخطاء الحكومه السابقه. محتاجين ده، ومحتاجين ملايين المشروعات الصغيره لشبابنا يبقى عندهم امل. محتاجين المدارس تفتح اكتر واكتر. محتاجين اللي اتبنى هيطلع الورد بتاعه والناس تشوفه، الناس تشوف النتيجه وتحس بيها. نقلل ارقام البطاله ونشوف الناتج في عيون الناس، الناس انها تبقى عندها امل في بكره، يعمل مشروع صغير او ينضم لمشروع كبير. بنكمل معاكم وعندنا اخبار متعدده في ميعادنا الجديد كل يوم سبت هنقابلكم. وللسعادة عنوان. كان في الدكتور عادل محمود ابن مصر اللي توفى في الاسبوع الماضي وتم نعي من خلال بيل جيتس. نعرفش الاخبار لما تجيلنا من بره، عاوزين علمائنا نقدمهم بشكل كويس. دكتور عادل محمود اكتر يعني من اكتر الاطباء اللي ساهموا في القضاء على احد الفيروسات وتم نعي من بيل جيتس والاف المشاهير والمتخصصين اللي موجودين على انحاء العالم.